طب كم واحد يعرف ليه السماء لونها ازرق؟ ما تتكسفوش، انا عايز ايدين عاليه. ليه السماء لونها ازرق؟ ليه بتبان زرقاء؟ لا عاليه شويه، مش على طرف برسنتج. حلو قوي، يعني تقريبا 2% مننا او 3%، صح؟ طب ده كان نفس السؤال اللي انا سالته هنا في الجامعه اول ما جيت اشتغلت هنا. سالت الناس بكل بساطه ليه السماء لونها ازرق؟ قلت اعمل سامبل، طلعت 200 ستودنت وستاف سالتهم السؤال ده. ال 200 ستودنت وستاف دول كانوا من 10 دول مختلفه، 10 ناشوناليتيز مختلفه، ميلز اند فيميلز من 17 ل 40 سنه. بكل بساطه تتوقعوا ايه؟ كام برسنت منهم عرفوا؟ الحقيقه ان 20% بس من الناس المتعلمين تعليم جيد هم اللي عرفوا الاجابه صح. من اللي عرفوا الاجابه غلط 65% منهم قالوا لا احنا ما نعرفش. المصيبه كانت ان 15% كانوا بكل بساطه بيقول لك انا عارف ليه، عشان البحر هو اللي مخلي لون السماء زرقاء، وطبعا ما اعرفش حاجه. ودي كانت مصيبه لان النسبه مقاربه جدا. لما بكل بساطه لما سالناهم تحب تعرف الاجابه بطبيعه اي انسان، كان اولموست كلهم ما عدا ناس، شويه ناس رخمه وكانوا مش عارفين يعرفوا الاجابه. اوكي. انا شغال ايه؟ انا كنت مهندس كهرباء، اتخرجت من 3 سنين، نقلت هنا للجامعه، بقى لي بالظبط 3 شهور شغال از ساينس كوميونيكيتور. محدش سالني يعني ايه، لان انا لسه خاطب الجمعه اللي فاتت، عشان اقعد قدام ابو خطيبتي اقول لها، اقول له يعني ايه ساينس كوميونيكيتور؟ قعدت 3 دقائق اتكلم متواصل بعد كده بنفس اللفظ، قال لي ها يا حبيبي شغال ايه بقى؟ قلت له فبسطت له الموضوع، قلت له بص من الاخر يعني انا شغلي فيه منه تدريس بس مش تدريس بتاع ورقه وقلم، وفي منه اداره شويه بان انا بدير حاجات معينه. بس عشان اشرح يعني ايه ساينس كوميونيكيشن بكل بساطه، ممكن اخد تعالى. ممكن تعمل ازازه الميه دي وفيها قطارة، ممكن ترميها تطبقها، أو ممكن تشرح بيها فيزيكس. إزاي؟ شايف الخط اللي تحت ده؟ شده بس بالراحة. أيوه. برافو عليك. عايز تسيبها سيبها. برافو عليك. شديت خط؟ طب كويس، شكرا. هو ما شدش حاجة طبعا. كل الحكاية اللي حصل ده إيه؟ ده إزاي تشرح لواحد يعني إيه غواصة بتغطس في المية؟ ويعني بتطلع فوق ازاي؟ القطاره مخرومه، الميه لما بدوس على الازازه بتضغط الهواء اللي جوه، شويه الهواء اللي جوه في القطاره كثافته بتزيد بينزل تحت، اسيب تطلع فوق. كونسبت بسيط جدا لاي غواصه شغاله بتنزل تحت تطلع فوق ازاي. ده معنى يعني ايه تبسيط علوم، يعني تدرس بطريقه مختلفه لاي حد. طيب كان اول اساينمنت خدتها ان انا امسك منهج سنه سته احط فيه حاجات زي دي. انا مهندس كهرباء فالجزء بتاعي ريليتد للانرجي، جبت منهج كاليفورنيا ولكم ان تتخيلوا بيدرسوا هم ان الماده حالتها 4 واحنا لسه بندرس ان هم 3، ما عندناش بلازما يعني لسه ما اتخدتش عندنا. فتعلمت ان انا ما اقارنش بيني وبين حد الا لما اكون قده، مش عارف اعمل اللي هو بيعمله. فدورت لقيت طيب احنا ما عندناش 22 لغه مختلفه ولا 8 ديانات في ازيد، صح؟ وعندنا نسبه فقر كبيره ونسبه اميه، مفيش حد مقارب لينا الا الهند. فدخلت على جوجل ضربت ساينس كوميونيكيشن انديا وساينس كوميونيكيشن في مصر، ووجدت ايه؟ الهند عندها انستتيوشن فور ساينس كوميونيكيشن، عندها جيش بيعمل نفس اللي احنا بنعمله ده، بادئه من 30 سنه، عندها ماسترز ساينس كوميونيكيشن، يعني حضرتك ممكن تخلص 4 سنين تخش تعمل ماسترز ساينس كوميونيكيشن وتشتغل ساينس كوميونيكيتور. فالناس تبقى عارفه لما تيجي تقعد قدام ابو خطيبتك انت بتشتغل ايه. لكن في مصر طبعا الريزلتس كانت زيرو، وبدات تطلع شويه حاجات بسيطه. طيب اول مشكله هتواجهنا ايه لما نيجي نبسط العلوم؟ بكل بساطه اول مشكله تيجي في دماغ اي حد الاميه، صح؟ احنا ما نعرفش نقرا ونكتب. فدورت اكتر هم عملوا ايه، لقيت ان في ثلاثه دول انا من وجهه نظري هم اللي قلبوا الهند القلبه اللي احنا شايفينها دلوقتي دي. ارفند جوبتا، جوبتا بقى له 30 سنه، كان لسه في 2011 في تيد جلوبال، بيقول انا وظيفتي ان انا بعمل تويز فروم تراش، يعني بيعلم الاولاد الصغيرين من الزباله ازاي يعملوا لعب وازاي يستفيد باللعبه دي ان هو يعلم نفسه بيها. بقى له 30 سنه بيعمل ده، زار اكتر من 2000 مدرسه، علم اكتر من 100,000 ستودنت بالطريقه دي،
وبقت طريقه معروف بيها في الهند ازاي اعلم طفل صغير الكلام ده وازاي امحي اميه واحد عنده 60 سنه واخليه انترستد في الموضوع. تاني واحد بانكر روي ده فظيع جدا. روي ده اتعلم تعليم حلو قوي جدا وراح قال لاهله في يوم من الايام انا عايز اعيش في قريه. ليه؟ راح زار قريه لقاها فقر مدقع ومفيش اي حاجه خالص. قالوا له مجانين، احنا مش معلمينك في الهند بالذات عشان تقول لي انا قاعد في قريه. روي بيعمل ايه؟ بيروح يلاقي اميه ضايعه. لو تلاحظوا هو ماسك ايه؟ بابت في ايده. بيقول انا مش محتاج اعلم الناس ازاي يقروا ويكتبوا، انا بكوميونيكيت معاهم عن طريق الايه؟ الحاجه اللي انا ماسكها في ايدي دي، البابت دي. في نفس الوقت بيعمل فيهم ايه؟ بكل بساطه بيعلمهم ازاي ينوروا القريه بتاعتهم باستخدام طاقه الشمس. عمل كده في كل قرى الهند من غير ما يكلمهم كلمه، من غير ما يعلمهم يقروا ويكتبوا. بعد ما خلص الهند راح فين؟ افغانستان. جاب ست من افغانستان قعدها 6 شهور عنده، علمها ازاي تستخدم السولار انرجي، استخدمت السولار انرجي رجعت افغانستان عملت اول قريه في افغانستان بتنور بالسولار انرجي. الست كانوا بيستخدموا معاها ساين لانجوج ما بيعلمهاش. من افغانستان لايه؟ لافريقيا. بدا يعلم فيها. ثالث واحد سوجاتا بيترا. الراجل ده عمل حاجه هدمت عندي كونسبت ظريف قوي، انت مش محتاج ان حد يقعد يعلم حد حاجه خالص. عمل اختراع ظريف اسمه اهول ان ذا وول. بيجي في قريه برضو من القرى اللي ما فيهاش اي حاجه، يحفر حفره يحط فيها كمبيوتر ببراوزر وجنبيها ماوس وزرارين وكاميرا بتصور. ايه اللي بيحصل؟ الولاد الصغيرين بيجي يكتشفوا الكلام ده من 6 13 سنه، يجي يلعب بيقول لك في خلال اول 6 ايام 7 ايام بيعلموا نفسهم ازاي يقروا انجليزي لان هم ما يعرفوش يستخدموا براوزر. فبعد كده لما بيجي يسال لهم انتوا ازاي بتستخدموا ده؟ قالوا له انت سبتوا لنا انجليزي فاحنا علمنا نفسنا ازاي نقرا انجليزي. اللي بيحصل بعد 6 شهور ايه؟ ان الكبار بيبقوا واقفين والولاد وراهم بيعلموا ازاي براوز الانترنت. واضح جدا ان انا مش محتاج امحي الاميه ان انا اخلي واحد يقرا ويكتب عشان احمي اميته العلميه، صح؟ طيب الريفلكشن بتاع ده ايه؟ ايه اللي مأثر فيهم؟ اللي أثر في الموضوع ده بكل بساطة ريفلكشن اقتصادي بحت. كم واحد عارف الجي دي بي؟ كويس، كتير. من الآخر بكل بساطة أنت دولة منتجة ولا دولة مستهلكة؟ التعليم أحد أهم الفاكتورز، أحد أهم الركائز اللي بتأثر في اقتصادك. أنت لو متعلم هتبقى منتج. فجبت الجي دي بي بتاع إيه؟ الهند ومصر. مصر اللي فوق طبعًا والهند اللي تحت، لو تلاحظوا إحنا بالماينس. يعني إحنا كتير قوي بنستهلك اكتر ما بننتج، هم شغالين على طول. انا ما بقولش ان ده العامل الوحيد، بس انا بقول ان ده احد اهم العوامل اللي وصلتهم ان هم وصلوا له دلوقتي ده. طيب في 3 شهور قعدت هنا، هم شغالين بقالهم 30 سنه، فرسمت فيجن. الفيجن دي كانت بكل بساطه ان احنا ونيد ان احنا نمحي الاميه العلميه 100% لمصر عشان نبدا نخلق مجتمع قادر ياخد قرار بنفسه، قادر تقول له والله انا اكلك اكل معدل وراثيا ولا لا؟ يقول لك اه ولا، مش اسال اللي جنبه. قادر تقول له والله انا محتاج ازود ميزانيه البحث العلمي، تلاقي اه الناس محتاجه تزود ميزانيه البحث العلمي، مش الناس متردده في ده. طيب الفيجن دي بتتحقق ازاي؟ ايه اللي احنا بنعمله هنا؟ اول خطوه تاخدها في اي حاجه بتبنيها انك تبني لها كيان ايدنتيتي، صح؟ فبنينا ايدنتيتي هنا في الجامعه، ودي كانت على حد علمي اول ايدنتيتي للساينس كوميونيكيشن في مصر. عملنا لوجو وسلوجن بسيط مش اتس نوت اباوت وات تو نو، اتس اباوت هاو تو نو، ازاي تعرف المعلومه. وبدانا نطلع اكتيفيتيز، من ضمن الاكتيفيتيز دي اللي بتتعمل ان احنا بنعمل ساينس شوز. الساينس شوز دي بكل بساطه احنا بنتعلم بطريقه مختلفه زي ما بالظبط عملنا دي. هنا هم بيتعلموا ايه؟ بيتعلموا يعني ايه فراكشن، يعني احتكاك عن طريق كتابين محطوطين كل صفحه فوق الثانيه. الكتابين دول عشان يتشدوا من بعض محتاجين دبابتين يشدهم من بعض. عمره ما في حد بيشدهم من بعض. لما تجيب عيله هنا وعيله هنا هو اوتوماتيكلي هيعرف ان يعني ايه فراكشن، اوتوماتيكلي هتثبت المعلومه في دماغه زي بالظبط انتوا عمركم ما هتنسوا الغواصه بتبصوا ازاي. طيب في احد المرات لما خلصنا اول ساينس شو هنا لقيت ولد قاعد ساكت لوحده، شاوروا لي عليه مدرسين عشان اخد رايه فيدباك بتاعه. قال لي انا مش عايز اتكلم. قلت له ليه؟ قال لي والله انا كنت عارف كل اللي انت بتقوله ده. قلت له طيب انت اسمك ايه؟ عبد الرحمن. قلت له طبعا احنا عايزين نتكلم بره.
فكلمت بره انا وعبد الرحمن، قلت له طب يا عبد الرحمن انت بتعمل ايه في حياتك؟ قال لي والله انا حاطط استراتيجيه لتغيير التعليم بنفس اللفظ فيها الحاجات اللي انتوا بتعملوها دي. قلت له طيب ماشي جميل جدا. قلت له طب انت عايز تطلع ايه؟ جاوبني اجابه انا مش فاهمها، واللي فاهمها يا ريت يقولها لي دلوقتي. قال لي انا عايز اطلع عالم رياضيات وعلوم بحته. فانا ما فهمتش يعني ايه علوم بحته. انا عايزكم بالظبط 10 ثواني كله يغمض عينيه، غمضوا عينيكم، تخيلوا عبد الرحمن طوله عامل ازاي، عرضه عامل ازاي، شكله عامل ازاي، لابس نظاره ولا لا، ولما اقول لكم افتحها عينيكم افتحوها. ده عبد الرحمن ولد عنده 11 سنه، حاطط استراتيجيه تغيير التعليم، مرمي في مدرسه حكومه، محدش قدر يعمل له حاجه. انا ما قدرتش غير ان انا اخد رقم موبايله واقول له ان انا هقدر اقعدك مع رئيس قسم الرياضه هنا، لكن غير كده ما اقدرش اعمل له اي حاجه خالص. الحقيقه ان دي احد الحاجات اللي احنا بنعملها بقى في الجامعه هنا، ان احنا بنقلد عبد الرحمن كل ثلاث بنعمل فوكس جروب ازاي نعمل استراتيجيه تغيير التعليم. بس عايز اقول لكم ان احد المواقف الظريفه اللي حصلت اثبتت لي عبد الرحمن بس هو اللي هينجح. بيقعد معانا مدرسه، مسكت الكشكول بتاعها، ورقه بتاعها بني، فبقول لها الله هو ده ريسايكلد ولا لا؟ بتقول لي لا ده من المكتبه. قلت خلاص عبد الرحمن هو ده يعني. احد الحاجات التانية اللي موجوده هنا في الجامعه حاجه اسمها سبيناتوري، هو لاب بيلف. انت بتحسش بدوران الارض لانك لازق فيها ودورانها بسرعه بسيطه قوي، لكن لما بتلف احنا بنخليك تعمل حاجات كتير قوي، من ضمنها انت بترمي دارتس. وانت بترمي الدارت ان روتيتنج فريم، انت واقف، اول ما تسيب الدارت من ايدك عمره ما بيجي في الهدف. فبتعرف ليه لما اجي ارمي صاروخ لازم اعمل له كومبنسيشن يمين او شمال عشان يجي في الحته اللي انا عايزها. هو ده تبسيط علم. ولو انت انترست ساعتها هتروح تدور الصواريخ بتتعمل ازاي، مش مشكلتي انا ان انا اعرفك الصاروخ بيتعمل ازاي. حاجه ثانيه من اللي بتتعمل حاجه ظريفه قوي اسمها فان لاب. ده ولد صغنون بيعمل ايه؟ بيوصل كهرباء في الهواء، ماسك اللمبه في ايده وقدامه ملف بيوصل كهرباء من غير ايه؟ انت بتهدم كونسبتس عند الناس. قبل ما اتنقل من شغلانتي لهنا احد العوامل اللي خلتني اتنقل بنت عندها 7 سنين. جيت زرت الناس وهم بيلعبوا بعد ما خرجوا بره، قلت لهم انتوا رايكم في اللي بيحصل؟ بنتي كانت قاعده ساكته طول الوقت، قالت لي انا عايزه اقول ايه رايي؟ قلت لها طيب، قالت لي تعالى، شدتني بودني كده، قالت لي بص انا اتعلمت حاجه، ادتني درس غريب قوي، ادتني عامل مهم قوي، حاجه فعلا احساسها انا مش متخيل ان هي اتعلمت ده وده غير ازاي في حياتها. قالت انا اتعلمت اني ما اخافش من حاجه الا لما اجربها. تخيلوا البنت دي هتبدا تجرب كام حاجه في حياتها؟ ايه الكونسبت اللي انت هدمته فيها؟ ايه العلاقه اللي انت بنيتك وبينه؟ في احد الساينس شوز اللي عملناها في سيئه الصاوي بعد ما خلصت الشغل رحت اغسل ايدي. فوانا بغسل ايدي انت اللي بتلعبهم، انت اللي بتقرب منهم. فبجلس على واحده بقول لها لو سمحتي عايز عصير بتاعك. قالت لا. فانا ماشي بنت سنتين الاثنين دول واقعين بتنادي عليا مستر مستر تعالى. بقول لها ماشي. قالت لي خد الساندوتش بتاعي. قلت لها لا والله انا مش عايز انا بهرج. قالت لي طب خد الشنطه بتاعتي. قلت لها لا انا مش عايز. احد بنت اللي جنبيها غارت قالت لي خد العصير بتاعي. راح ولد مديني شيبسي حطيتها في بقي. انت بتبني علاقه ما بينك وما بينهم لان انت بتعلمهم بالباشن بتاعهم. بتعلمهم في الحته اللي هو لو عايز يعرف فيها اكتر هيعرف او لا. طيب بيكاسو بيقول كل الاطفال بيتولدوا ارتست، كلهم بيتولدوا فنانين. طب ايه اللي بيقتل الفن اللي فيهم؟ تحت كل كرسي كل واحد فيكم خد ورقه وقلم صح؟ قدامكم 20 ثانيه كل واحد يرسم اللي جنبه. كل واحد بقى يوري اللي جنبه الصوره اللي هو رسمها له. كم واحد كان مكسوف من الصوره اللي هو بيوريها اللي جنبه؟ اللي كان مكسوف يرفع ايده. كان مكسوف يرفع ايده، احنا ما عندناش وقت. كام واحد كان مكسوف؟ لو عملنا نفس الاكتيفيتي ده على اطفال، تخيلوا عملنا نفس الكلام ده على اطفال، كام واحد هيبقى حابب يطلع هنا ويوري الصوره للناس كده؟ كلهم صح؟ ايه اللي بيحصل للطفل لما بيكبر؟ من الاخر بيبقى ان احتمال ان هو يبقى مخطئ ما بقاش احتمال، بقى خطا. صح؟ كين روبنسون بيقول You have to prepare to be wrong. If you're not prepared to be wrong، لو انت مش مجهز نفسك انك تبقى مخطئ عمرك ما هتندك حاجه اوريجينال، عمرك ما هتطلع حاجه جديده. طول ما الخطا بالنسبه لك عباره عن حاجه مش احتمال، حاجه مختلفه تماما انت متربي عليها، عمرك هتطلع حاجه جديده. ده اللي بيقفلنا، ده اللي بيخلي كل الاطفال يتحولوا بعد كده لايه؟ ولا حاجه. طيب احنا بدانا في مصر، بدانا فعلا نشتغل في الساينس كوميونيكيشن، ومش هنا بس،
كتير من الانيشيتيفز بدات تطلع الحمد لله، بعضها هتشوفوها النهارده وبعضها لا. من الواضح جدا ان احنا مش محتاجين فلوس عشان نعمل الموضوع، من الواضح جدا ان احنا مش محتاجين انفراستراكشر قويه عشان نعمل الموضوع، مش محتاجين نمحي اميه الناس عشان نشتغل في الموضوع، كل اللي محتاجينه الجيش اللي هيشتغل. انا كان نفسي اقول لكم لسه ما لون ازرق، بس هختم لكم بحاجه ثانيه اظرف بكتير. اكوت واحد اسمه كليفر ستول بيقول لك ايه؟ يقول لك لو عايز تعرف المستقبل عامل ازاي كمان 20 سنه ما تسالش عالم، ما تسالش واحد فيزيست، ما تسالش واحد قاعد بيعمل ريسيرش او بيكتب كودز. اسك كيندر جاردن تيتشر، اسال مدرس حضانه. بكل بساطه هم دول اللي بيشيبوا العالم بعد 20 سنه. بس دي كانت رحله لسه ما لونها ازرق. شكرا.